تمت هذه الجولة هذه اللي كانت ما بين 4 ديال المحطات 4 الجهات. بدينا من الجهة الجنوبية الشرقية من زاكورة اللي تجمعت فيها خملية وتينغير ورزازات. من بعد انتقلنا لأكادير اللي هو تاهو فيه كناوة والمحيط ديالو. من بعد درنا الشمال درنا طنجة. بالنسبة للمحطة الأخيرة اللي جينا العاصمة الإسماعيلية اللي عندها واحد التاريخ قديم ديال كناوة واللي فيها معلمين كبار، لأنه واخا حنا في صويرة وحنا مهرجان عالمي ودولي كنحسوا وكنعرفوا بأنه كاينة المشاركة ديال الكناس، وكنعرفوا بأنه كاينين أهرام ديال الفن الكناوي في الكناس وفي فاس. بالنسبة الفكرة تمت بالتنسيق مع المعلمين ديال الكناس وديال فاس، تم الاختيار والتكريم ديال واحد جوج ديال الاهرام ديال الفن الكناوي اللي هما في الحقيقة هما اللي خلاو هما ورثوا هاد الفن هاد التراث هذا ورثوه على معلمين اخرين، وباقيين هما اللي تلمدوا عليهم تلاميذ اخرين، وهما كمدارس فنية ديال الفن الكناوي. غادي ننادي على المعلم السي محمد اللي هو معلم كبير اللي كيشهد به التاريخ وكيشهدوا به المعلمين ديال الكناس وديال فاس وديال المغرب. غادي ننادي سيدي محمد بالعالية اللي هو معلم كبير، والله يخليه لينا بركة اللي تم تفكير هاد الناس. الله يخليهم لينا بركة، وهما اللي خلاو هاد الموروث هذا، وهما اللي تعلموا على وجههم الناس. غادي ننادي على المعلم دريس من فاس، دريس اليحياوي اللي كان في المدرسة، ومعلم من المعلمين القدام اللي خلاو البصمة ديالهم وباقي إن شاء الله. الله يخليهم لنا بركة. زيد معلم كنعرفو تا كناويت بأنه وصلت الأمريكان، وصلت لكندا، وصلت لجميع أقطار العالم، والديفيزيات والتشهرات، ولاو فنانين آخرين اللي من ضمنهم معلمين آخرين اللي في الساحة دابا، ولكن الفضل كيرجع لهاد الناس هادو، لأنه هادو هما لي راسين، هادو هما الجدر ديال الفن الكناوي واللي تلمدوا عليهم الناس واللي تعلموا عليهم، لأنه هادشي حنا واخا كاينين في صويرة وبعاد عندنا اتصال بالمعلمين وكنسمعوا بهم وكنعرفوا قيمتهم، وكنتمناو لهم طول العمر. و غادي نتكلم ديال هاد المعلمين هادو. أنا لي يا سيدي غادي ناخذوا بالنسبة
تبريز تستاهل كل الخير، وحنا راه جينا من الصويره ورحنا فرحانين باش نجيو نصبركم منكم ومن المعلمين اللي كاينين هنايا، ونتمناو لكم طول العمر وتكونوا ان شاء الله الله يخليكم بركه لهذا الاجيال، لانه قد ما بقينا لا بد ما نموتوا، قد ما بقينا لا بد ما نعياو، ولكن هاد الناس هادو ما نساوش الخير ديالهم. غادي ننادي على لا فوزيا السعيدي اللي هي المنتجه ديال المهرجان ديال الصويره، واللي احد جنود الخفاء ديال الفن القناوي، لانه هاد الناس هما اللي سهروا على الملف ديال اليونسكو وهما اللي باقيين تيجريو في مصلحه ديال الفن القناوي. نشكركم وكنتمناو سهرة تروقكم. سيدي محمد تقول شي كلمة؟ كنشكركم على الالتفات وكنشكركم على التكريم اللي درتو لي. شكرا لكم. كنشكر سي عثمان جزيلا السوق اللي خدم على وسبق معنا في هذا الشيء وهو السبب في هذا الشيء. كنشكر بزاف، كنشكر بزاف، شكرا.